السلام عليكم. في حد سأل في انترفيو ايه هي الأداة اللي تخليك تعمل عنصر من السكراتش من البداية خالص؟ طبعا زي ما انتم عارفين هنروح ل موديل امبليس كومبوننت. موديل امبليس تقدر تختار بقى الكاتيجوري اللي انت عايزها اي نكون هي ايه، وبعد كده تبدأ ترسم الأداة اللي اي حاجة انت عايزها وتقول له اوكي، فيبدأ يرسمها لك زي ما انت شايف.